الاتزان وشروطه. ما هو الاتزان إكويليبريم؟ هل يعني السكون؟ هل يمكن لجسم متحرك أن يكون متزنا؟ وما شروط الاتزان؟ للتعرف على الاتزان هناك نشاط لابد من القيام به، ويعني وشروط أيضا الاتزان. اتزان نقطة مادية صغيرة أو جسم مهمل الأبعاد، نقوم بالنشاط التالي. أول شيء بكرة ملساء عدد 2، ولوح خشبي مثبت على حامل ومسمار كما نرى، وخيوط غير قابلة للمط عدد 3، وأثقال مختلفة وخطاف لتعليق الأثقال اللي عددها 3 أثقال. الخطوات: ثبت البكرتين في الطرفين العلويين للوح الخشبي، وثبت المسمار في منتصف اللوح هنا، واربط أطراف الخيوط 3 معا في نقطة واحدة، وثبت خطافا في الطرف الحر لكل خيط، ثم اجعل خيطا يمر فوق البكرة اليمنى وآخر فوق اليسرى، واترك الثالث يتدلى بين البكرتين. علق أثقالا مختلفة فوق الخطافات 3 إلى أن تتزن، ثم تتزن نقطة الربط فوق المسمار تماما، ثم نحسب الأوزان المعلقة في حالة الاتزان والزاوية التي يصنعها كل خيط مع محور أفقي مستقيم يمر بنقطة. مثل القوى 3 مقدارا واتجاها على ورقة رسم بياني كما لدينا. مثلناها، ها هو النشاط، قمنا بتمثيلها برسم بياني. إذن نجد الآن السؤال: جد القوى المحصلة بطريقة الرسم التي يعني تمثلها. نلاحظ أن الخيوط 3 تقع في مستوى واحد وهو مستوى اللوح، مما يعني أن قوة الشد في الخيوط 3 هي قوة مستوية. كما نلاحظ أنه امتداد الخيوط تلتقي في نقطة مادية واحدة هي نقطة الربط، مما يعني أن القوة متلاقية، القوة 3، وقد اتزنت النقطة لأن محصلة القوة المستوية المتلاقية المؤثرة فيها تساوي صفر. لذلك فإن شرط اتزان النقطة المادية أن تخضع لقانون الاتزان، وهو قانون نيوتن الأول. المجموع الجبري للمركبات السينية للقوى المؤثرة تساوي سيجما نون را تساوي 1 قاف السين را تساوي صفرا، والمجموع الجبري للمركبات الجبري للمركبات الصادية للقوى المؤثرة سيجما نون را تساوي 1 قاف الصاد را تساوي صفرا. ونعرف ونكرر أن الجسم، أي جسم تؤثر فيه قوة محصلة تساوي صفرا، يكون تسارعه صفر، أي أن سرعته إما أن تكون صفرا أو ثابتة. لذلك فالاتزان نوعان: اتزان سكوني static equilibrium أو اتزان ديناميكي dynamic equilibrium، ويشكل النوعان ما يسمى الاتزان الميكانيكي mechanical equilibrium. وتتركز دراستنا التي ذكرناها على الاتزان السكوني. شو يعني سكوني؟ لا يحقق الجسم فيها حركة انتقالية transitional motion،